اكتب 0.00000000345 7 بصيغة علمية. دعونا نستذكر ما تعنيه الصيغة العلمية. الصيغة العلمية هي أي عدد مضروب بعشرة مرفوعة لقوة ما، حيث هذا العدد، دعوني أكتب بهذه الطريقة، أكبر من أو يساوي واحد وأقل من عشرة. إذن هنا سنضع العدد الذي لا يساوي صفر وهو 3 4 5 7، وهذا هو العدد الذي سنبدأ به، وهو الوحيد الذي يمكن وضعه على يسار الفاصلة العشرية. إذن يمكن أن نكتب 3 4 5 7 بصورة 3.457 ضرب 10 مرفوعة لقوة ما. دعونا الآن نفكر بقيمة الأس كي ننتقل من 3.457 إلى هذا العدد الصغير جدا. علينا أن نحرك الفاصلة العشرية إلى اليسار لعدة منازل بعدد الأصفار التي لدينا. سنبقى نحرك الفاصلة العشرية إلى اليسار، وللقيام بذلك سنجعل العدد صغيرا جدا جدا، وسنضرب بعشرة مرفوعة لقوة سالبة وليست موجبة. أما إذا أردنا أن تكون القيمة مساوية للعدد الأصلي فإننا نضرب بعشرة مرفوعة لقوة موجبة، والطريقة الأفضل للتفكير في ذلك هي عندما نتحرك منزلة واحدة لليسار فإننا نقسم على عشرة، أو ما يعني أن نضرب بعشرة مرفوعة لقوة سالبة واحدة. دعوني أعطيكم مثالا على هذا. إذا كان لدي واحد ضرب عشرة فهذا يساوي عشرة، أما 1 ضرب 10 للقوة ناقص 1 تساوي 1 ضرب 1 على 10 وتساوي 1 على 10. 1 ضرب، دعني أكتب بصورة أعداد عشرية، تساوي 0 فاصلة، سأقفز عن هذه الخطوة، دعوني أضيف 1 ضرب 10 للقوة 0 ويساوي 1. 1 ضرب 10 للقوة ناقص 1 يساوي 1 على 10، أي يساوي 0.1. 1 ضرب 10 للقوة ناقص 2 يساوي 1 على 10 للقوة 2 ويساوي 1 على 100 ويساوي 0.01. ما الذي يحصل هنا؟ عندما أرفع العدد لقوة سالبة واحدة بالتالي أقوم بتحريك الفاصلة العشرية من يمين الواحد إلى يسار الواحد، من هنا إلى هنا، وعندما تكون القوة ناقص 2 سأتحرك منزلتين لليسار. إذن كم عدد المنازل التي سنتحركها لليسار لنحصل على هذا العدد؟ لنفكر في عدد الأصفار التي لدينا. إذن يجب أن نحركها مرة واحدة لتصبح أمام الثلاثة، ومن ثم نحركها مرات عديدة لتصبح أمام كل الأصفار. إذن إذا بدأنا من هنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 منازل. إذن لدينا 10 منازل من العدد الأصلي، فيصبح العدد 3.457 ضرب 10 للقوة ناقص 10. دعوني أكتب 3.457 ضرب 10 للقوة ناقص 10. إذن بشكل عام ما سنفعله هو إيجاد أول عدد غير صفري يصادفنا، وتذكر أننا نريد عدد يقع بين 1 و10، ولا مانع إذا كان يساوي 1 لكن بشرط أن يكون أقل من 10. 3.457 هذا يتوافق مع القاعدة فهو يقع بين 1 و10، ثم نقوم بعد الأصفار التي تقع بين الفاصلة العشرية وهذا العدد، فهي تشير إلى عدد المنازل التي سنتحركها حتى نحصل على هذا العدد. علينا إذن أن نحرك الفاصلة العشرية بمقدار 10 منازل إلى اليسار حتى نحصل على هذا العدد الموجود في الأعلى هنا.